ماما هو الاذان هيأذن امتى؟ اصلا انا جوعت قوي. هو خاله جوه؟ بالراحه يا اولاد، مش عايزين نقلق القبطان، عايزين نعملها له مفاجاه. لا يا ماما انا هصحيه. الدوشه اللي بره دي بتهيالي ولا ايه؟ هكمل نوم. قبطان يا قبطان اصحى بقى، احنا جينا. ده في ايه؟ ايه ده، في حد يصح حد كده؟ وبعدين انتوا ايه اللي جابكم ده؟ بدل ما تقول ازيك يا اختي يا حبيبتي وحشتيني. انت دخلت ازاي يا وليه؟ بالمفتاح. هو ده مش بيت ابويا ولا ايه؟ اجي في اي وقت. وايه الشنط دي كلها؟ ابدا، جوزي مسافر اسبوع وجاي اقعد معاك واسليك. حرام عليك يا دينا، انا ما صدقت ابوك وامك يسافروا وهبرطع في الشقه لوحدي. يلا قوم بلاش كسل، ورانا شغل كتير. شغل ايه يا دينا بس؟ حرام عليكي. ماما احنا هنفطر ايه النهارده؟ اسالي خالك، هو اللي هيجيب لنا الاكل. ايه ده، انت كمان مش هتطبخي؟ لا طبعا انا لسه جايه، عايزنا نطبخ ازاي؟ خلاص امر لله بقى، هتدفعوا ايه؟ قصدي هتفطروا ايه؟ انا عايز محشي وفراخ. وانا عايز سوشي. وانا عايزه باستا. باستا وسوشي، الله يرحم. وانا هاتلي ملوخيه. مش عايزين حاجه تحلوا بقى بالمره؟ عايزين. يا ساتر يا رب عليكم، ده انتوا شويه تاكلوني. وجبت لهم الاكل وقعدوا ياكلوا. اخيرا اليوم خلص بعد تعب وخناق ودوشه، واجا اليوم التاني ولسه بفتح عيني. قبطان يا قبطان. في ايه؟ يلا على الصبح. يلا عشان توديني المدرسه. ده اللي هو ازاي يعني؟ وبعدين انت كبرت على الحاجات دي، روح لوحدك. لا انا صحيت ماما عشان توديني، قالت لي خد لك عشان طالبين ولي امرك. ليه وانا خلفتك ونسيتك؟ وبعدين انت هببت ايه؟ اصلا كنت بلعب مع صحابي وخسرت، وحكم عليا فرقع صواريخ تحت مكاتب المدرسين، وفرقعتها وعينك ما تشوف الا النور. بعدين انت ازاي تسيبهم يحكموا عليك وانت تعمل الحكم ليه اصلا؟ ده انت عيل هم. روح وهفوق واوديه. خلصنا يا خالو. رحت وديت احمد المدرسه وحلت له المشكله اللي هببها، وعدى اليوم على خير بعد دوشه برضه وخناق واولاد اختي ومشاكل وقرف. واجا اليوم اللي بعده. ولا ياسر، انت بتعمل ايه جوه الدولاب بتاعي؟ اصل هدومك عجباني عايز اخدها. نعم يا اخويا. يا دينا يا دينا، تعال شوف ابنك. في ايه الدوشه دي؟ الحق ابنك عايز ياخد الهدوم بتاعتي. وايه يعني ما ياخدها؟ مش بيقولوا ان الخال والد؟ ده اكيد اللي قال كده كان شارب حاجه. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ ده الجاكيت بتاعي. ايه رايك، حلو عليا؟ عجبني واخدته. ياخدوك يا بعيد. والله انا حاسس ان انتوا ورثتوني، او انا بحلم، او مش عارف في ايه. على فكره انت مش طايقنا خالص، وانا لما يجي بابا وماما هقول لهم على كل حاجه. خلاص يا ستي، دي حاجه بقت قرف. انا هستحملك لغايه ما جوزك يرجع وامري لله. انا هروح اقفل على نفسي اي اوضه ورايح عقلي منهم. خالو تعالى ذاكر لي دراسات. وذاكر لك ليه؟ شايفاني احمس ولا مين؟ ام واحد القطرين. طب خلاص ذاكر لي انجليزي. لا ما انا بعرفش انجليزي. وليه بقى ما بتفهمش انجليزي؟ اصل كنت بزوغ من حصص الانجليزي وانا صغير. يعني كنت فاشل؟ يعني كنت انا فاشل يا ستي، مالكيش دعوه، اطلع بره اطلع بره. خلاص ما تزقش، ده انت بارده وسعيله زي امي. طب وبعدين بقى في الوش اللي انا فيه دلوقتي؟ انا هروح اشتغل. ايه ده، ده النت بطيء قوي. طبعا خرجت بره الاوضه وتلاقيت كل واحد ماسك الموبايل وشغال نت. حرام عليكم، خفوا نت شويه، مش عارف اشتغل. حوش فاكر نفسك نجيب ساويرس ومهم قوي. بتقول ايه؟ لا مفيش حاجه. لا انا تعبت كده ومش عارف اشتغل ولا اخد راحتي. خلاص انا لازم اتصل بعمر جوزها دوت، يجي من السفر وياخدها، انا زهقت. الو. ايوه يا عمر. يا قبطان عامل ايه؟ يا عم انا عامل نفسي كويس، المهم انت مش هتيجي من السفر بقى وتيجي تاخد مراتك واولادك بقى؟ انا خلاص تعبت. اجي من السفر ايه؟ انا ما سافرتش اصلا. نعم ما سافرتش. يعني هي اللي قالت لك ان انا مسافر؟ اه يا عم قالت لي انك مسافر. يا اخي ده انا زهقت منها واتخانقت معاها، دي حتى كانت قايله ان انا هروح اقعد عند اخويا اللي بيحبني ويستحملني. طب بتقول ايه؟ طب اقفل كده، اقفل. ماشي يا قبطان، سلام. يا دينا يا دينا. ايه في ايه؟ انت يومك اسود النهارده، بتكدبي عليا وبتقولي لي ان جوزك مسافر. وهتفرق معاك في ايه يعني؟ امشي يا بنت، روحي صالحي جوزك واطلع بره انت وعيالك. يعني هنطلع من الجنه؟ خلاص يا خالو احسن يجي لك ذبحه. يجي لي ذبحه؟ بقول لك ايه يا خالو، انا خدت علبه البرفان بتاعتك. نعم يا اخويا. اه وانا كمان خدت الساعه بتاعتك، اصلها حلوه قوي. اطلع بره اطلع بره، مش عايز اشوف الشوكولاته تاني.